بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. لازلنا في سلسلة دروس لسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. أنا مع الرياضيات، دروس الرياضيات لسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. طيب، شفنا البارح أو شفنا أمس درس جمع وطرح أعداد طبيعية وعشرية رقم واحد. اليوم إن شاء الله عز وجل الجزء الثاني من هذا الدرس. اليوم الجزء الثاني من هذا الدرس. طيب، البارح شفنا كيفاش يجمع ويطرح أعداد طبيعية وعشرية أفقيا دون إجراء العملية عموديا. اليوم إن شاء الله عز وجل إجراء العمليات عموديا. طيب، نبدأ في الجمع. جمع، كيف يجمع عدد عشري مع عدد عشري؟ عموديا. طيب، نديرو مثال. عندنا مثلا 190، عندنا وبلا شك يعطيها لك افقيا 190.145 زائد 68، 68.07 تساوي. أول حاجة، النقطة المهمة في عملية الجمع، لا يهم أي العددين يوضع في الأعلى، هذه مهمة في الجمع، في عملية الجمع ما يهمنيش ندير هذا الأول ولا هذا الأول، ما يهمش. المهم احنا نبداو بهذا 190.145 زائد ثاني الشيء المهم هو الترتيب للمراتب ووضع الفاصلة تحت الفاصلة، والفاصلة تحت الفاصلة. المهم الترتيب والفاصلة تحت الفاصلة. الفاصلة الثانية تجي هنا تحت هذه. طيب، 0.7 68 بما هو معلوم. عندنا الجزء الصحيح والجزء العشري، نرتب الجزء الصحيح تحت الصحيح والجزء العشري تحت الجزء العشري والفاصلة تحت الفاصلة. طيب، آحاد الجزء الصحيح تحت آحاد الجزء الصحيح وآحاد الجزء العشري تحت آحاد الجزء العشري، مكاش وين كاين فراغات أكملها بالأصفار. شيء مهم، الفراغات الفراغات أكملها بالأصفار. طيب، نضع صفر هنا صفر ونجمع. الجمع عادي، 5 + 0 = 5، 7 + 4 = 11، نكتب الواحد ونحتفظ بالواحد، 1 + 0 = 1 والواحد 2، نزل الفاصلة، 0 + 8 = 8، 9 + 6 = 15، 1 + 0 = 1 والاحتفاظ 2.
عادي ما يمكن كي نجمع الآحاد ترى العدد العشري وحدها العشرات مئة الجزء العشري الفاصلة آحاد الجزء الصحيح عشرات الجزء الصحيح والمئات الجزء الصحيح. نديروا مثال آخر يعطيك عملية مثلا 876 فاصل 9 زائد 0.877 يعطيك عملية كما هذه. نجمع عدد عشري مع عدد عشري. طيب الخطوة الأولى قلنا في عملية الجمع سواء في العشري ولا في الطبيعي لا يهم أي العددين يوضع في الأعلى، ما يهمش نديروا هذا الأعلى ولا هذا في الأعلى، ما يهمش في الجمع. شيء ثاني المهم هو الترتيب، الفاصلة تحت الفاصلة، الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشري تحت الجزء العشري. كذلك الفراغات أكملها بالأصفار، إذا صبت فراغات في بعض المراتب أكملها بالأصفار. مثلا ندير هذا الأول، عندي 0.877 زائد العدد الثاني الفاصلة تحت الفاصلة هي الأولى، بعد الفاصلة عندي 9 ندير 9 من ومنها 876 6 7 8. الشيء المهم هو الترتيب، الفاصلة تحت الفاصلة، الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، الجزء العشري تحت العشري، آحاد الجزء العشري تحت آحاد الجزء العشري، آحاد الجزء الصحيح تحت آحاد الجزء الصحيح. إذا قالت لي فراغات كيما هنايا أكمل فراغات المراتب الفارغة بالأصفار. ونجمع 7 زائد 0 7 7 زائد 0 7 8 زائد 9 17 ونحتفظ بالواحد منا ننزل الفاصلة. 0 زائد 6 تساوي 6 والواحد 7 0 زائد 7 7 0 زائد 8 8 877 فاصل 777 هكذا بهذا الترتيب. أحد عشرة مئة في الجزء العشري، أحد عشرة مئة في الجزء الصحيح، والفاصلة تحت الفاصلة. إذا في الجمع جمع عدد عشري مع عدد عشري هذا هو الشيء المهم، الفراغات أكملها بالأصفار، لا يهم أي العددين يكون في الجهة العليا ما يهمش، والمهم هو ترتيب الفاصلة تحت الفاصلة، الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، الجزء العشري تحت الجزء العشري. طيب نروحوا الجمع عدد عشري مع عدد طبيعي، مع عدد طبيعي جمع عدد عشري مع عدد طبيعي. طيب مثال عندي مثلا 71 71.85 زائد 100 تساوي. طيب رانا في الجمع، احنا رانا في الجمع عدد عشري مع عدد طبيعي، نفس الشيء نفس الخطوات. الخطوة الأولى لا يهم أي العددين يكون في الجهة العليا، ما يهمش ندير هذا في الأعلى ولا في هذا في الأعلى، ما يهمنيش لأنه الجمع. حنا نديرو المئة هي الأولى في العلو في الأعلى. طيب زائد 71.85 هنايا كي نجي ندير العدد الثاني هذا فيه عدد جزء صحيح وجزء عشري، الجزء الصحيح هو اللي نديرو تحت المئة، هو الآحاد الجزء الصحيح تحت الآحاد الجزء الصحيح، هذا الآحاد. هنا يجي 71 بعد تجي الفاصلة، هذا ما فيش الفاصلة لأنه لو كان في فاصلة تجي هنا. طيب هنا الفاصلة 85. الخطوة الأولى
ما يهمش اي عددين يكون في الجهه العليا. طيب بعد ذلك اكمل الفراغات بالاصفار. هنا كاين نجم نديروا له فاصله ونكملوا الفراغات بالاصفار، ها كانه فاصل صفر صفر عادي. بعد ذلك نجمع صفر زائد خمسة خمسة، صفر زائد ثمانية ثمانية، ننزل الفاصلة، صفر زائد واحد واحد، صفر زائد سبعة سبعة، واحد زائد هنا نكمل صفر ثان، قلنا الفراغ وين كاين فراغ في المراتب نكملوا بالأصفار، واحد زائد صفر يساوي واحد. جمع عدد عشاري مع عدد طبيعي عادي نفس الشيء، ما يهمش أي عددين يكون في الجهة العليا، المهم هو ترتيب الفاصلة تحت الفاصلة، والمهم إكمال الفراغات بالأصفار، هذه النقاط المهمة. طيب نروحوا للطرح الآن. طرح عدد عشاري من عدد عشاري. طيب عندي مثلا عندي 453.15 ناقص 19.583 في الطرح. فالطرح هنا النقطة المهمة، العدد الأكبر هو اللي يكون في الأعلى في الجمع، قلنا ما يهمش أي العدد يكون في الأعلى، أما في الطرح لا لا، العدد أكبر العددين يكون في الأعلى. في الجمع ما يهمناش شكون نديروه الاول، لا لا، بينما في الطرح لا لا، نديرو اكبر العددين هو الاكبر ولا نقصوا منه. طيب لما نجي نحوس على اكبر العددين بين عددين عشريين، نقارن بين الجزئين الصحيحين، نقارنوا بين 453 وبين 19، ما نشوفوش الفاصله لانه كانوا يشوفوا الفاصله يبان لي هذا كبير لانه ذا في 583 وذا في 15، الجزء تاع الفاصلة ما نشوفوش ليه، نقارن الجزء الصحيح فقط، هذا 453 وهذا 19، إذا 453 هي كبيرة. طيب معناه هذا هو الأول، 453.15. بعد ذلك ندير العدد الثاني بنفس الطريقة، ترتيب المراتب والفاصلة تحت الفاصلة، الفاصلة تحت الفاصلة، 5 8 3 ومنا 19. الخطوة الثالثة أكمل الفراغات في المراتب بالأصفار. إكمال الفراغات بالأصفار سواء في الجمع وسواء في الطرح. بعد ذلك نطرح عادي. صفر ناقص ثلاثة لا أستطيع أستلف 10، 10 ناقص ثلاثة تساوي 7. نزل الواحد. لما نستلف نستلف 10. لما نرجعوا في الاسفل في المرتبه المواليه لانه هنا سلفنا في الاحد، كي نرجعوا في المرتبه المواليه نرجعوا واحد، يرجع واحد. 5 ناقص 9 لا استطيع استلف 10، 15 ناقص 9 تساوي 6، رجعوا واحد. طيب 1 ناقص 6 لا استطيع استلف 10 تولي 11، 11 ناقص 6 تساوي 5. فاصلة نزل الفاصلة الآن، سلفنا واحد هنا رجعوا واحد. 3 ناقص 10 لا أستطيع أستلف 10، 13 ناقص 10 تساوي 3، نرجع الواحد هنا. 5 ناقص 2 تساوي 3، 4 ناقص 0 تساوي 4، راني صبت العدد. إذا النقاط المهمة اللي لازم نركز عليها في جمع وطرح أعداد طبيعية وعشرية، لما نكون في الجمع
لما نجي نجمع عددين عشريين ولا عدد عشري مع عدد طبيعي، الخطوة الأولى في الجمعة ما يهمش، لا يهم أي العددين يوضع في الأعلى، ما يهمنيش كل عدد اللي نديروه في الأعلى. النقطة الثانية، المهم ترتيب الفاصلة تحت الفاصلة، وترتيب الجزء الصحيح تحت الجزء الصحيح، والجزء العشري تحت الجزء العشري. إذا بقات لي فراغات في المراتب، إذا بقات لي فراغات في المراتب أكملها بالأصفار. هذا في الجمع. أما في الطرح، النقطة المهمة اللي ركز عليها أنه ندير أكبر العددين هو الأول، العدد اللي يجي في الجهة العليا هو أكبر العددين. كيفاش نعرف أكبر عددين بين عددين عشريين؟ قلنا نقارن الجزء الصحيح مع الجزء الصحيح فقط، هذا هو الجزء الصحيح وهذا الجزء الصحيح، نقارن بينهما، أيهما أكبر يصبح العدد هو الكبير، وبالتالي نديره هو الأول. الخطوة الثانية، إذا بقات لي فراغات كذلك فالطرح أكمل الفراغات بالأصفار في عملية الطرح، عدد عشري مع عدد عشري ولا عدد عشري مع عدد طبيعي، أكمل الفراغات في المراتب بالأصفار. النقطة الثالثة، ترتيب الفاصلة تحت الفاصلة، أحد صحيح تحت الأحد صحيح، أحد الجزء العشري تحت الأحد الجزء العشري، وبالتالي أتوصل إلى النتيجة الصحيحة. بارك الله فيكم، لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو، بارك الله فيكم. لمن لم يشترك في القناة الرجاء الاشتراك في القناة حتى يعطينا دعم واستمرارية، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.